الله أكبر الله أكبر. قلنا أختي سبوتين شحال من حصة ندير باش نبرع الأصل في الرقية أختي كلها القداته هيك الأصل 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 في الرقية كلها القداته نفسه شيء أنا موكل على كرقيك وانتي مشي من ضروري تجي عندي انا ولا عند اخر عند اخر كله يرقي ذاته. السؤال ديال اختي شحال من حصه ندير باش نبرع؟ هذا السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال البنات وبزاف ديال العيالات وبزاف ديال الرجال. ما كاينش وما كاينش وما كاينش اللي يقول لك عندي لك حصه واحده تبراي ولا جوج تبراي ولا ثلاثه تبراي ولا اربعه تبراي. لان باش كتجي عندي انا باش كنعالجك بالقران بالدعاء بالزيوت الزيوت اللي ما داخلينش في 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 في, في الرقيه بل الزيت والماء والعسل غير مكمل للعلاج فقط. مثلا نمشي عند الطبيب نديرو ايكوغرافي ياك عنده زي خرجنا دواء الايكوغرافي ديال المرض الروحي هي الرقيه الشرعيه اللي كتعطينا اللي كتعطينا الحمد لله النماء التشخيص ديال الحاله. فباش نجي نقول لك عندك ثلاث حصص صبراي فنكتبها نعطيوك سمحي لي وماشي غير كنتي اختي بها لكل شيء حتى الناس اللي يسمعوا هذا الفيديو هذا ما كاينش شي رقية تضبط لك ضبط صحيح ان تشفي بواحد الحصه معينه ابدا. انا كندير لك الرقيه وهي الاستعانه بالله عز وجل انت كتكملي. المريض تيعالج نفسه اكثر من الراقي. الراقي غير كيشخص الا راه عندك كتحس اي كنحس طبعا كنحس الاعراض كتشابك الاعراض العين بحال الاعراض ديال الحسد كاين. لكن باش نقول لك انا مثلا ثلاث حصص ما كايناش. معظم الرقات اختي كيدير ثلاث حصص في الرقيه ولكن ما جاش من عند الرقات جاش من عند الناس. معظم الناس عندهم اعتقاد انا عندي ثلاثه ديال الحصص ديال الرقيه باش نولي لاباس فهمتيني. اما الاصل في الرقيه كلها قيداته ما تجي عندي ما تجي ياك اختي الاصل في الرقيه الاصل كل القيادات لكن لكل ميدان اهله واختصاصه. مثلا